سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. عشركنا ما توحوك بالله هيا آيات لباتن إيو شنات سورة النساء كمدة وحان كسو جرني ونالوسو عديي محرمات النكاحي وحيالكي النكاح كو حرام نقون هاي كاسا نالوسو الشيك وحاكاليتو هالكاس نالوسو الشيكي هدي هوينكا زوجاتكا رقالي لغسو قفالو قالا دي ومركز أي نقدان أسر الحرب غنيمة هان وصدا مركز لغو غنيميستو وغنيمة دي قيمتي صدا أي كل عدو إني نكاحي هوري رقو دي هوري أن لو اعتبارينين إليه حسويري والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم حتى بطا وحي أهيد هوينكا الدوموبي ودقالكا asbaabihii soo ku adoomobay in aan ragoodii hore la ixtibaarinaynin oo guur cusub la guursan karo ama dadkii qaybta ay ku raaceen oo mulkiyay ay markaas suriyeysan karayaan hase yeeshee waxana lagu soo tirtirsiyay xuquuqdoodii in loo gudo in xuquuqdoodii guud ahaan haweenka xuquuqdoodii la gudo wa xilla lakum ma waraa adalikum an tabtaguu biamwaalikum muxsiniina gayra musaafixiin فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ساسانا لسويري مركا هالكام حنا لوغو الشيكا هي ننكي هدو سن أود ولاهين هوين حرقة إنو نكاح صدو سبب تأود لآن تكينتي حقا مالية ده هاتو أما دنك لي تواسيقا سفات كيسا هاتو مثلا أيو سن أيدي بهين أما يكرهالي نقنين haddii uun awood uu haween xor ah ku nikaaxsado uu waayo inuu nikaaxsan karahayo haween aan xor ahayn waman lam yastadic kii aan karin oo minkum idinka idin ka mid ah dawlan awood iyo hodantinimo aan u karin an yankixa almuxsanaati haweenka xaraa'irta inuu nikaaxsado almu'minaati ee mu'minaadka ah fa mimaa malakat aymaanukum فالينك حنك أحصدو مما كحقيه كنك أحصدو ملكت أي هنطي أيمانكم مدقيدين ومن فتياتكم لليردين المؤمنات مؤمناتك إلهي وحولي سبحانه وتعالى قفكي أود ويلن واي هوين حرأة نكاحسك هذا أود ويلن واي حق حقوق تيدي مهركي دي وسكري واي هاهات ميل وكهل واي أسوغو جوغا بها أهات أياد وكرها لنقوم ويدي أو صفات أسوغو أقارة أهوين كحرا إرتا كرها لنقوم وايين ها أهات سبب كستبا حكين تأي هدو أود وايو هوين فرع وكن نكاحصدو إلهي وحولي يهس كن نكاحصدو كوة مدقية دينو أيهاناتي
دقالك أي السبب أهيد أدوموك أي أدوموبين دقالك السبب أها كواس وحكن كحصل مركا من فتياتكم بإلهي لي سبحانه وتعالى ماشي بدلا مثلا من إيمائكم وحي إلهي كعبر من فتياتكم هلكا وحنا لو تصالين هيا ولو دقالك هأكينو إني سداس أدلوبان أو أدوموبان به هدنا إلهي وحنا تصين هيا ضدك عيقا أه أو قعنتين قلي إني يهين تدول على هنا إني يهين سي مركاس لوغلو معاملوضو معاملة وناكسن من فتياتكم بإلهي كعبر هيا لن يردين أه المؤمنات مؤمنات كأه أو رميين إلهي رسولك والله إلهي أعلم أسجأ أقال بدن بإيمانكم إيمانكين إيمانكين سيدة أوي هاي أسجأ أقال بدن هدي إيمان ظاهر على جهله كوكاف توما إيمان كظاهر كا قفول ب إيمان كيس دقائق دي سهوس يحقائق دي س يسرتي سهوس الله كور قبئه كان دا عدا أي كتهي يا كان كله الله كله أجي أدنكو كوكاف توما إيمان كودا ظاهر كا والله إلهي بعلم أك بإيمانكم إيمانكين السجأ أوكي ترترسيس ويا بعضكم قاركين من بعض قارك كلو واحد قاركين قارك كلو كمدي هي أو آدم يقو ووح جنس كلية مال كلية كيمت مر والبنا هدنا استلها أو استلح كلو اسكو شيلمة أو اسكو نقون هي مر والبا اسكو كورسن هي قاركين قارك كلي أيو كمدي هي oo haweenka ayaga ah ee dagaalku ku dulloobay qabashadii lagu soo qatay saas dulgu ku soo gaaray mar hadday ilaahay rumeeyeen dee iimaankoodaas ku kaaftooma bacdukum min bacdin qaarkiin qaarka kale ayuu ka mid yahay fankixuuhunna nikaaxsada biidni ahlihinna ehelkooda idankii ku nikaaxsada kuwa sidaasahe iimaha ah dagaalka ku soo adoomoobay ehelkooda idankiisa ku nikaaxsada ehelkoodaas waxaa loola joodaa dadkii qaybta ku helay dadka mulkiyeen sayidiyaalkoodii kuwa ayaa loola joodaa fankixuuhunna nikaaxsada biidni ahlihinna ehelkooda idankiisa ku nikaaxsada ama waxaa weeyaan weliga caamka ahaa dayna weli gaar ay lahayn weliga caamka ah sidaa garsooraha oo kale wa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajriyaalkoodii siiya ana meheryaalkoodii siiya bilmacruufi macruuf ku siiya si wanaagsan ee sharciga xisigba ku wanaagsan ku siiya ha oranina waa dad la soo qafaalay xuquuq aan lahayn ama saasoo kaleeta ha u ihaanaynine xuquuq bay leeyihiine mar haddaad nikaaxsateen oo guursateen meheryaalkoodii siiya si wanaagsan oo sharciga ku wanaagsan ku siiya muxsanaatin xaal ay yihiin kuwa ilaashan oo cafiifaada guursada gayra musaafixaatin kuwa oo zinaysan haya kayrkooda si caddaana walaa muttakidaati akhdaanin saaxiibya hoose kuwa samaysan hayana ay ahayn haddaba halkaa waxaa la doonayaa kolka dadka sidaas oo kaleeta sharafkoodu saasay u dhacaan wuxuu gaarsiiyaa inayna xumida ka dhowrsanin oo markaas xumiyo badan iyo fooxxumo iyo zinadii waxyaalkaas oo kale ay ku dhacaan ayay gaarsiisaa dulligu iyo sharafdarridu qofka taasi u keenta marka qof kolkuu guursanayo oo dan ay ku qasibtay inuu guursado waa inuu ka fiirsada waa inuu xushaa kuwa cafiifaada muxsanaatin baa ilaahay leeyahay kuwa cafiifaada oo ilaashan iyagoo ag guursada oyna ahayn kuwa musaafixaad ahoo zaaniyaada أين أهين ولا متخذات أخدان صاحبها سكوى السميسان هيانا يكزين استان أين يلين هذا با وقت الجاهلي وحجر جري فاحشة داس نوعية بدن بيهان جرتي وحكمت أها إني كوى عانة أي جران وعلامو كريوه دا سميستان وقفكي ربي ربا وهالكاس علامة داس كرراعو ويجري جري وقت الجاهلي وحكالو جري جريتي kuwa xoogaa sharf yar gaara ilaashanay oo marka ayagu sidaas aan caadiyaal u ahayn oo markaas saaxiibo gaar ah
أما صاحب قارة سميسته لابد بإلهي إلهي وحرمي سبحانه وتعالى دنبك كيسا موقضة يكيسا قرصون وبعدين كأبا إلهي وحرمي مركا قفك عفيف كأنه لابد أسبك دور سنية عفيف من نقون كرقفكو مرها دي سيح هوس يسع دانا ميدو حمي أصمين هيبا مرها دو حمي السمين هيو قف إلا عشان ما أهنكرو قفكونا وإنو إيغا هاد يجير عبابكي عرد إلهي وحي أكين هاي أوسن إشي سو كسو قابنين dadka ka aybi hisakiliya kalla xalaha waa inuu san oranin haye la hadu dadka kaliya eegayo oo san ilaahi aradiisi cadaabkiisa dhanka u san eegaynin waxay u keen kartaa mar hadu san dadka ku soo caan baxaynin xum kasta inuu iska sameeyo saasi u keen kareysa qofka muumin kana tilmaamihiisa sida ma aha fa ida uhsin hadii ay ila shanaadaan oo la ilaaliyo guur lagu ilaaliyo فإن آتينا هدي لإمادان مركز إيقور سدين بعد جيد بفاحشة فحشاء لإمادان فعليهن كركودا نصف ما بركبا هذه على المحصنات حرائرتك تشوضاها من العذاب عذاب كوا دومانكا مركي إيقور سدين وقور كاللغو إلا عالية بديد هدي فول حمل لإمادان إزناء السميان حدود وحويان كوا حرائرتا حدود بركت haddaba waxa kale ni soobi kara waa jildigi weeyaan jildigi oo haweenka xaraayirta kolkeena ayagu guursanin wuxuu ahaa 100 boqolka barkooda kontana ayaa dushooda ahanay haddaba kolkii ay guursadaan ba halka lagu sheegay quraanku taas u cadeeyay sunnaduna waxay cadeysay hadayna guursanin haweenka iimaha ah ayagana ciqaabkooda sida uu ahanayo فإن آتينا بفاحشة فإذا أحسننا هدي إلى شنادان وقور أيكو إلى شنادان تفسير كلا جرو فإذا أحسننا هدي أي لا إلى ليو إلى شنادان وإسلام لماذا أيكو إلى شنادان ويسو إسلامان فإن آتينا هدي لإمادان بفاحشة فاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب ومركب حسيو قلهي كوي متزوجات كي قرسدي يكو أن قرسنين وإيمها أها ذلك كا يقول كا هوين كاس سيدا كو أدونو بي أو سيدا سأدو نمد دول كيدو أي سو جارتي قول كا ساق أهل بني لمن قف بو سغنادي خشية عبسدي العنا تا مشاقك عبسدي زينك عبسدو منكم أدن كيدن كاميدا شرط كي هرو أها أو وحو أها إنو سن فرق أود أهلين إنو قرسدو كاوانا لو صور شاكي شرط اللابات باهل كان نلوغو كرديي kolka weentaas adoonta la guursanayo shardi waa ki hore ee ah haween xorra inuu awood u waayay guurkeeda shardiga labaad waa inuu ka cabsado zina inuu ka cabsado weeyaan inuu fool xumo ku dhaco inuu ka yaabo taa markaa inuu fool xumo ku dhici lahaa waa inuu iska guursado wa an tasbiru in aad sabirtaan baase khayrun khayr badan lakum adinka idin khayr badan in haweenka sidaas guursataan inaydan guursanin ed ka sabirtaan guurkooda ayaa idin khayr badan hayeli wuxuu u keenaya qofkii guursada mashaqo ahkaan badan ba karatibanta oo qofka caruurtiisa dulli u keenaysa iyo dhibaato marka inaad ka sabirtaan ayaa idin khayr badan wallahu laa ghafurun ki dhaafu wa rahim un harista ashirkeen maanta intaas ku eegayay wasalaamu alaykum wa rahmatullah